اذهب الى السيد منير الربيع رئيس القسم السياسي في موقع المدن اللبناني مرحبا بك معنا اذا حزب الله يعلن بشكل رسمي استشهاد صفي الدين بعد استشهاد الامين العام للحزب حسن نصر الله ماذا يعني ذلك للحزب ويعني في اعلى هرم الحزب كقدره على مواصله ربما المواقع التنفيذيه الاساسيه والكبرى في الحزب الان نعم نعم في الأساس دخل الإسرائيليون في عملية تصفية كبرى لقيادات حزب الله وسماها الإسرائيليون إما عملية استئصال وإما عملية تدمير كامل وفق ما ذكر قبل يومين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت الذي قال انتقلنا إلى مرحلة تدمير حزب الله وبالتالي حزب الله يعلم أن كل هؤلاء المسؤولين هم مدرجين على لائحة الاغتيال الاسرائيليه وبالتالي هم طلاب شهاده بين هلالين بالنسبه الى الحزب وبالنسبه الى العقيده. الاكيد ان هذه المعركه انتقلت الى مراحل متعدده ومتجدده في سياق التصعيد المتواتر، حتما منذ ثلاثه اسابيع تم تنفيذ هذا الاغتيال، حزب الله بالموجب الشرعي لا يمكنه نعي صفي الدين قبل الوصول الى جثمانه وقد تم هذا النعي بعد انتشال الجثمان والبيان واضح في سياق مواصله العمليات العسكريه والمقاومه للتصدي للدخول الاسرائيلي او للتوغل الاسرائيلي ولمواجهه الاعتداءات الاسرائيليه المكثفه حتما حزب الله تلقى ضربات قاسيه منذ اغتيال الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله وبعدها هاشم صفي الدين وبعدها رئيس وحده الامن الوقائي والذي يعتبره الاسرائيليون الوريث الثالث لنصر الله اي وريث صفي الدين في التدرج بالمناصب ولكن لا يزال حزب الله متماسك ويظهر قدره قتاليه واسعه بالتاكيد ان طيب ما مدى قدرته بالفعل على التماسك يعني هذه الاغتيالات كيف تؤثر على العمل السياسي والعسكري للحزب لا نتحدث عن شخصيات من يعني صف رابع او خامس او سادس نتحدث عن الشخصيات القياديه الكبرى في الحزب اخرها هاشم صفي الدين كيف تؤثر صحيح. على قدرة الحزب على الاستمرار في العمل السياسي والعسكري وأيضا في الاستمرار في مواجهة إسرائيل صفي الدين اغتيل منذ ثلاثة أسابيع وفي الأسبوعين الماضيين نحن شاهدنا تكثيفا من قبل حزب الله لعملياته العسكرية وصل إلى منزل نتنياهو وصل إلى قاعدة بنيامينة أوقع خسائر كبيرة في صفوف الإسرائيليين طبعا مع الاعلان اليوم قد تحصل نكسه على المستوى المعنوي، سيسعى حزب الله الى تعويضها في الميدان ومن خلال تكثيف ضرباته ضد المواقع الاسرائيليه ليقول انه لا يزال قادرا على مواصله وتكثيف المزيد من العمليات في المرحله المقبله، حتما تؤثر لا يمكن الاستنتاج حاليا ماهيه هذا التاثير وانعكاساته على المستوى السياسي لدى الحزب. والحزب في الأساس يعتبر أن المسألة مرهونة بالميدان وهو يركز حاليا على ضرورة الحاق خسائر كبيرة في صفوف الإسرائيليين لدفعهم إلى التراجع أو دفعهم إلى القبول بالاتجاه نحو جزء من المفاوضات بدلا من المضي قدما في المسار العسكري طيب هل هل سيسعى الحزب الان للعمل في اطار السريه على الاقل فيما يتعلق بالاعلان عن القيادات الجديدة تجنباً لاستهدافات إسرائيلية وأيضاً إن كان هذا هو التمشي كيف يمكن أن يؤثر أيضاً على عمل الحزب وعلى التراتبية في الحزب وعلى القدرة على الاتصالات حتى داخل الحزب بين مختلف هياكله هذه المساله تختلف عن مساله اغتيال صفي الدين، منذ فتره ومنذ تفجيرات البيجرز حصلت بعض الصعوبات في اليه التواصل لدى حزب الله، حتى الان هناك بعض المعطيات التي تفيد بان التواصل ليس كما كان سابقا بين الميدان العسكري والميدان السياسي داخل حزب الله، ولكن لن يكون هناك اثر لاغتيال صفي الدين على الاتصالات داخل الحزب. طبعا حزب الله ليس في وارد الذهاب حاليا لاختيار امين عام في ظل خوض هذه الحرب وطالما ان لا امان ولا امن واي اجتماع يمكن ان يتم الحزب ليس و... في وارد اختيار امين عام جديد للحزب تقول ماذا يعني ذلك ان يبقى الحزب بدون امين عام يعني ان الحزب اعتمد مبدا القياده الجماعيه اولا وثانيا التنسيق المباشر مع ايران التي لديها مستشارين موجودين في لبنان هم الذين يعملون على التنسيق من ضمن غرفه العمليات العسكريه، ونحن نرى اعود واقول منذ ثلاثه اسابيع تم اغتيال هاشم صفي الدين، لم يؤثر ذلك في مسار الميدان، حزب الله واصل عملياته وواصل تصديه ولا يزال قادر على الوصول الى ضرب اهداف في الداخل الاسرائيلي، وبالتالي اثر مثل هذه العمليات يكون بعيد المدى ولا يكون قصير المدى. اشكرك جزيل الشكر السيد منير الربيع رئيس القسم السياسي لموقع المدن ونذكر اذا بالخبر مشاهدينا منذ قليل حزب الله يعلن استشهاد رئيس مكتبه التنفيذي هاشم صفي الدين كانت اسرائيل اعلنت ذلك بالامس في بيان صادر عن الجيش الاسرائيلي قال بانه ان الغاره التي نفذها في الثالث من اكتوبر الماضي نجحت في قتل هاشم صفي الدين وعدد آخر من قيادات الجناح الاستخباراتي في حزب الله مستمرة